طير بيغيب من حين احنا النهارده سوا وبكره حنكون فين في الدنيا في الدنيا. أنا اسمي إيمان السيد أحمد، عندي 49 سنة. اليوم بيمشي يوم زي أي أم مصرية، صحي ماما وبعدين نشرب طقم أعشاب كده على الصبح، نخش بقى المطبخ نقعد نقلب بقى ونخلص في الحاجة اللي احنا هنعملها أنا وماما. أنا بقى بقعد أشتغل تريكو. أنا اسمي علي سليم، بدأت وأنا عندي 8 سنين تقريبا. سليم أنا عملت معظم مجموعات كتيرة من الشغل، وأشكر ربنا اللي أنا ليا في المتاحف العالم كله شغل موجود يعني، وناس بتسأل فين علي. أنا اسمي عصام الساكن، بشتغل مصور ومخرج إعلانات، عندي 24 سنة. على مدار الفترة اللي فاتت يمكن اشتغلت مع أسامي كبيرة أو أماكن كان ما كنتش أحلم وأنا صغير إن أنا أشتغل في أماكن زي دي، بس البداية في الأول ما كانتش كده. التريكو أنا بدأته في المدرسة. كانت كل أيامنا حكاية عشنا في كلامنا، لما رحت وبعد روحك فضلت قدامنا. زي ما تابعنا ده جزء من فيلم تسجيلي بعنوان مر السحاب، احد مشروعات التخرج الخاصه بطلبه كليه الاعلام جامعه القاهره. الفيلم الحقيقه يعني ليه فكره عميقه جدا، هو بيتكلم من ناحيه انسانيه بحته، بيتكلم عن الاثر الطيب اللي بيتركه الانسان بعد رحيله، وبيركز على سيره الانسان حتى لو هو مش موجود. لما بيكون انسان طيب الحقيقه وانسان صالح بتكون ليه مواقف كتير وسيرة عطرة بيتذكرها الناس. يعني احنا تابعنا جزء قصير وجزء بسيط من الفيلم، لكن الحقيقة الفيلم يمكن حوالي 15 دقيقة بيستعرض من خلال تجارب مجموعة من الناس الأثر الطيب في الحياة، مع الأغنية الجميلة كمان المعبرة جدا عن موضوع الفيلم. هنحاول ان احنا نلقي الضوء على هذا الموضوع ونتعرف على الفكرة جات ازاي، اسم الفيلم، كمان الصعوبات اللي واجهت فريق العمل. الحقيقة فريق كبير، عرفنا انه حوالي 27 من طلبة كلية الاعلام في مشروع التخرج الخاص بفيلم مر السحاب. ايه الصعوبات اللي واجهتهم عشان يخرج هذا الفيلم الجميل الرائع المؤثر جدا؟ ده اللي هنعرفه من ضيوفنا اللي مشرفينا في الاستوديو دلوقتي. ريهام طارق عبد المنعم، طالبة بكلية الاعلام جامعة القاهرة، اهلا بيك ريهام. اهلا بحضرتك. كمان معانا زياد اشرف عبد المنعم، طالب بكليه الاعلام جامعه القاهره، اهلا زياد ومشرفنا، ويعني مبروك على الفيلم الجميل الرائع، ويعني نتمنى لكم كل التوفيق، بدايه طيبه جدا منكم الحقيقه. خلينا نبتدي معاك يا ريهام، وقولي لنا فكره الفيلم جت ازاي. طيب احنا كنا حابين في البدايه ان احنا نعمل حاجه مختلفه وفي نفس الوقت حاجه تكون انسانيه، يعني تقدر تلمس الناس. فزمايلي زياد وانجي قرروا ان هم يعني جابوا فكره ان انا اتكلم عن اثر الانسان، فقعدنا نفكر طيب هتكلم عن اثر الانسان الطيب ازاي، على نطاق ايه، على نطاق الاسره، على نطاق العمل، ناس ممكن اصلا اكون يعني اول مره اقابلهم، ناس قابلتهم صدفه قدروا ان هم يعني يسيبوا اثر في حياتي جيد. فمن هنا بقى جت الفكره ان احنا عايزين نعمل حاجه يعني انسانيه وتوصل للناس يعني بسهوله. طيب زياد كلمنا كمان عن اختيار الاسم مر السحاب. والاسم يعني احنا قعدنا جبنا اسماء كتير جدا وقعدنا نفكر يعني من اول السنه، وقدرنا يعني انجي قالت اسم الفيلم ده كده وعجبنا كلنا جدا، وكلنا قلنا لا هو ده خلاص، يعني مر السحاب مش هيحرق فكره الفيلم، في نفس الوقت هيبقى معبر واسم قوي ويعجب الناس.
طيب ريهام، يعني الحقيقه احنا بنتكلم معاكم قبل الهوا، عرفنا ان انتوا فريق كبير من طلبه كليه الاعلام، وصلتوا 27 تقريبا. أيوة 27 طالب. يعني العمل الجماعي وازاي اشتغلتوا على المشروع لغايه لما بقى فيلم موجود؟ يعني هو اهم حاجه كانت معانا هي دكتور اماني، هي يعني ليدر الجروب، هي اللي قدرت تقسمنا يعني تيمات، فقدرنا ان كل تيم بيعمل حاجه معينه، يعني تيم اعداد، تيم معالجه، تيم تصوير، تيم مونتاج، فقدرنا ان احنا يعني كل واحد كان شاطر في حاجه او بيعرف يعمل حاجه، فيعني تقسمنا تيمات كده عشان نقدر حتى شغلنا يطلع منظم في الاخر. طيب زياد، خلينا نتكلم عن الفيلم، الجمهور، الجمهور الهدف للفيلم ده، او مين اللي انتوا بتخاطبوه من خلال الفيلم؟ احنا بنخاطب الناس كلها، بحيث ان يعني انت كل شخص هيسيب اثر قبل ما يمشي، فلازم الاثر دوت ياثر في حد، لازم يسيبه يفيد بحد. فاحنا عندنا كل مصدر، كل ضيف من الثلاثه اللي موجودين في الفيلم، كل واحد ساب اثر كبير في حد لسه مكمل معاه، ولا وهو كمان الاثر دوت بيسيبه، اللي هو سابه فيه بيسيبه في حد غيره، هي عامله زي السلسله مكمله، اثر في اثر في اثر في اثر. طيب ريهام، يعني كلمينا عن التجارب اللي انتوا اخترتوها تسلطوا الضوء عليها في الفيلم، هما ثلاث تجارب، احنا طبعا خدنا بس مقتطفات بسيطه منهم، اختيار الشخصيات اللي كانت في الفيلم. طيب هو في الاول الموضوع يعني كان صعب ان احنا نجيب مصادر متنوعه وفي نفس الوقت يكونوا بيعبروا عن الفكره. فالمصدر الاول معانا مثلا هي مدام ايمان، دي يعني تاثيرها في نطاق الاسره، يعني هي تأثرت بوالدتها الله يرحمها، فكانت بتكلمنا على الأثر ده وزي هي قدرت ان هي كمان تسيبه لأولادها. المصدر التاني كان علي، هو فنان في قرية الحرانية في مركز رمسيس ويسا واصف، هو تأثر بمهندس رمسيس، فزي ما هو يعني يتأثر وفي نفس الوقت بيحاول يأثر كمان في بنته ويكمل المشوار اللي بدأه معاه المهندس، فده نطاق عمل على عكس نطاق الأسرة. المصدر التالت كان أستاذ صوم ساكت، ده احنا قدرنا يعني ان احنا نحاول نجيب حد جمعتنا بيه صدفة، هو مش في نفس مجال عملي بس هو قدر يأثر فيا بشكل معنوي، ان انا لا يشجعني ان انا ممكن استمر وممكن اعمل حاجة كويسة، ممكن ابقى شخص ناجح في يوم من الايام. فحتى يعني اثر الكلام ده بس او التشجيع المعنوي ده قدر ان هو يعني يخلق فيه اثر كويس، وفي نفس الوقت برضه اللي هو الفنان عصام ساكت اللي هو المخرج او المصور، فده خلاه ان هو يعني عايز كمان يشجع زمايله اللي معاه في نفس المجال ان هم يتطوروا زي ما ميس رانيا شجعته يعني. طيب زياد، الرسائل اللي انتوا حابين توصلوها من خلال الفيلم، فيلم قصير، يعني ازاي اشتغلتوا عليها انها توصل بشكل مباشر وفي مده قصيره زي دي 15 دقيقه بس؟ هو احنا يعني كان قدامنا في اول ما قعدنا مع بعض خالص واتجمعنا، كنا لسه بنناقش الافكار ما بيننا وبين بعض، قعدنا نفكر يعني احنا مش عايزين نعمل حاجه بسيطه، مش عايزين نعمل حاجه يعني مجرد ان هي تتعرض ما الناس تنساها، قررنا ان احنا نأثر في الناس ونسيب بصمه في الكليه قبل ما نسيبها، فقلنا لازم ننقي حاجه يعني تبقى كويسه، فاخترنا فكره الاثر اللي الناس بتسيبوه عشان احنا كمان نقدر نسيب فيهم اثر، ان هم يبقوا عارفين ان الاثر ده حاجه مش قليله، لا انت يعني هتروح محدش هيفتكر لك اي حاجه غير الاثر اللي انت هتسيبه. والاثر دوت يعني كل الناس، ما فيش حد بيبقى عايز حد يتنسى، ما حدش بيحب يروح ويتنسى، كله بيبقى عايز يفضل سايب اثر بين الناس، بس ما حدش بيبقى واخد باله من الموضوع ده طول ما هو عايش، الدنيا بتاخده وبيروح، فلازم بيسيب اثر في حد تاني عشان الاثر تفضل سيرته مكمله مع الناس. ازاي قدرتوا تعملوا ده في وقت قصير قوي؟ يعني 15 دقيقه هي مده الفيلم تقريبا. ما يعني احنا تعبنا، دورنا على مصادر كتير قوي اصلا، ان فكره ان هي فيلم انساني مش سهل ان انت تلاقي مصادر، يعني مش هنروح نصور عن مكان معين او حاجه فهنروح عارفين هنصور مع كذا وكذا وكذا، لا فاحنا يعني رحنا في كل حته، يعني لفينا مصر كلها تقريبا. ف يعني لما لقينا بقى ناس يعني مصادر قويه تقدر ان هي توصل الرساله دي فاتكلمنا معاهم، وعشان كده الرساله وصلت يعني في الاخر. اكيد هي وصلت الفيلم بالفعل، والمعالجه كمان كانت يعني المعالجه ان احنا عملوا كذا ميتنج عشان يقدروا يوصلوا الرساله بالطريقه دي، لان احنا خدنا كلام كل شويه ميتنج كل شويه ميتنج كل شويه، يعني الموضوع كان خد وقت كبير قوي عشان نقدر نوصل المعالجه بالطريقه دي، وعشان كده خدت مركز اول. فيعني احنا الحمد لله. يعني واضح طبعا ان انتوا تعبتوا جدا في الفيلم ده. بصراحه يعني كلمينا عن الصعوبات اللي كانت قدامكم او التحديات ان انتوا تقدروا تعملوا فيلم قصير بيوصل كل الرسائل دي.
هي اول حاجه ان احنا يعني كنا نختار مصادر تعبر عن الفكره، يعني زي ما زياد قال كنا بنسمع قصص ناس كتير بس مش دايما يعني نحس ان احنا يعني القصه دي مناسبه لينا. ممكن مثلا شخص رافض يصور، ممكن تصوير يتلغي قبلها بيوم، يعني قبل خلاص ما هنصور لا التصوير اتلغى. فكان في مشاكل كتير يعني مع الناس اللي احنا او المصادر اللي احنا توصلنا معاها. زائد بقى ان احنا يعني كنا عايزين نوصل الفكره ببساطه بس ما نحرقهاش في الاول، يعني اللي بيتفرج يفضل مشدود لاخر الفيلم، يعني كل ما تتفرج اكتر كل ما هتظهر حاجه جديده، هتفهم حاجه اكتر. فيعني دي كانت يمكن اصعب حاجه ان احنا كتيم معالجه نقدر ان احنا نوري الناس او نعرض لهم القصص الثلاثه من غير ما يملوا، وفي نفس الوقت يقدروا يفهموا، يعني يتفرج على الفيلم ال 15 دقيقه يبقى خارج خلاص هو فاهم وتاثر ومبسوط والدنيا تمام. فهم يعني فعلا اكتر حاجتين كانوا ان احنا ندور على مصادر وفي نفس الوقت المعالجه. طيب ريهام، يعني الفيلم قصه انسانيه وبتقدم فكره عميقه جدا وبتلمس كل اللي بيتابعوه اكيد وبتشدهم زي ما بتقولوا انه كل واحد حابب ان يكون ليه اثر طيب. في كمان جوانب فنيه وفي اغنيه جميله جدا معبره عن الفيلم، يعني كلمونا عن الاختيار الجوانب الفنيه دي. هي الاغنيه احنا كنا عايزين نحط اغنيه تكون بتعبر عن الفيلم في النهايه يعني. فكان معانا زميلنا في التيم عمرو المعداوي، احنا هو قال ان هو ممكن يكتب اغنيه ويلحنها وتبقى كلماتها لايقه على يعني على الفيلم كده وسياق الفيلم. ففعلا هو كتبه اصلا في وقت قصير جدا ولحنها، وكمان اختار حد يعني يغني ويسجلها. ف يعني الاغنيه كمان لقت ان لقينا ان ناس كتير فعلا عجبتها الاغنيه علشان هي قدرت ان هي توصل رساله الفيلم بشكل بسيط جدا في نفس الوقت يكون مؤثر. فهي اتعملت بسرعه وفي وقت قصير يعني، بس يعني الحمد لله. ده كمان يعني مطربه جديده او مطربه اسمها صعبة. اسمها ايه؟ نغم. نغم، بس هي مش يعني مش من التيم بتاعنا، الفريق بتاعكم. طيب زياد، كلمنا يعني 27 طالب من كليه اعلام بيعملوا مشروع وبيخرج بهذا الشكل 15 دقيقه، لكن اكيد وراها تعب كتير زي ما انتم بتقولوا. ازاي قسمتوا العمل ما بينكم؟ احنا يعني دكتور اماني كانت زي المايسترو يعني قسمتنا كذا تيم، يعني مونتاج وتصوير واعداد ومعالجه، ويعني تقسمنا كذا تيم ان احنا نقدر كل واحد يعمل شغله على اكمل وجه. وكمان احنا بنعمل فيلمين مش فيلم واحد، فيعني ال 27 دول يعني بيشتغلوا هنا وبيشتغلوا هنا وبيفكروا فكره هنا وبيعملوا معالجه هنا. فالموضوع ده يعني ال 27 عدد كبير بس على فيلمين، فالموضوع كان يعني بالظبط مظبوط بالظبط. والدكتور اماني عزت يعني هي اللي كانت يعني لولاها يعني الموضوع ما كانش طلب بالطريقه دي. طيب كلمينا ريهام عن الوقت اللي يعني استغرق تصوير الفيلم واعداده وخروجه بالشكل ده، قد ايه اخدت وقت؟ هو احنا بدانا شغل في المشاريع من شهر 10، بس يعني لحد شهر 1 كان كله عباره عن اختيار الفكره، وزي ما انا اعمل لها معالجه مبدئيه او سكريبت مبدئي واجيب مصادر مبدئيه اقدر اناقشها في الكليه. كان عندنا مناقشه مبدئيه، فلحد يعني شهر 2 بدانا بقى خلاص ان احنا ننفذ، ناكد مع المصادر، نشوف يعني خلاص احنا هنصور امتى. فتقريبا من شهر 2 لحد اخر 5 بالظبط كنا بنصور وبنكتب سكريبت ومعالجه وبنمنتج. فيعني الوقت كان ضيق بس يعني الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نطلع حاجه كويسه. لا فعلا الفيلم حلو واكيد يعني كلنا واحنا بنشوفه حابين كمان نكمله للاخر. زياد، يعني كلمنا عن مشاريعكم المستقبليه وايه اللي استفدتوه من تجربه مر السحاب. واحنا يعني قبل ما نعمل مر السحاب كنا اي حد كان بيشوف فيلم التسجيل ده بيشوفه حاجه يعني مش حاجه محدش هيتفرج عليها وكده، يعني مش بيحسوا ان هي نفس قوه الفيلم العمل الدرامي. فاحنا لما عملنا الفيلم التسجيلي قررنا ان احنا نخليه يقدر يشد الناس زي ما بيشد الفيلم الروائي بالظبط. فعشان كده احنا يعني حسينا بقى ان يعني فيلم التسجيل ده حاجه احنا نقدر نعمل فيها حاجات كتير تقدر تنافس العمل ده. فاحنا ناويين ان شاء الله نكمل في الموضوع، تكملوا في المجال ده الافلام التسجيليه. الافلام التسجيليه ان شاء الله. ربنا يوفقكم طبعا وكل التهنئه على الفيلم مره ثانيه. وكمان حابين نتعرف منك ريهام على يعني طموحك في المستقبل وناويه تعملي ايه بعد مر السحاب. وانا بصراحه بعد يعني قبل ما اشتغل في المشروع وكده كانت يعني كل مثلا احلامي ان انا اشتغل في مجال الاذاعه والتلفزيون، بس ما كانتش متحدده في حاجه معينه.
بس بعد ما يعني اشتغلت في المشروع واشتغلت على فيلمين تسجيليين، لا حسيت ان دي حاجه يعني انا ممكن اشتغل فيها بعد كده، خصوصا ان انا كنت تيم السكريبت والمعالجه يعني من ضمن التيم في المشروع، فحسيت ان لا طب ما دي حاجه كويسه وانا وزمايلي نجحنا فيها، طب يعني ليه ما كملش فيها بعد كده، يعني ليه ما نكملش سوا ونعمل افلام تسجيليه تانية برضو. سؤال يعني حابة أسأله ليكم أنتوا الاثنين في آخر لقائنا معاكم، أكيد يعني في عصر التكنولوجيا والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المهن المختلفة بتتطور بشكل كبير، وفي بعضها الحقيقة للأسف بينقرض. إزاي أنتوا في مجالكم ده، مجال الإعلام والفن عموما، زي ما يعني عرضتوا من خلال مشروع التخرج فيلم مر السحاب، إزاي بتتعاملوا مع التكنولوجيا والمعطيات الجديدة للعصر في أن أنتوا يعني تطلعوا سوق العمل بشكل مختلف؟ هي دايما التكنولوجيا دايما يعني بتسبق وبتتطور على طول، لغايه ما شفنا موضوع ان يعني ممكن يبقى مذيع بالذكاء الاصطناعي. صحيح، مذيع روبوت. يعني فاللي هو يعني خلاص كل حاجه بتتاخد، بس انا حاسس ان برضو مش هيكون زي الانسان، يعني مش الناس مش تقدر تتابعه زي الانسان، مش تقدر تحسه، لان احنا لما بنتفرج على حد كل واحد بيحب مقدم برنامج معين عشان بيحسه قريب منه. فما افتكرش ان الروبوت هتقدر يوصل لك بنفس المشاعر دي، مش هيقدر يحل محل الانسان في كل الوظائف. انتم متفائلين ان انتم قادرين ان تقبلوا ان شاء الله، ويكون عندكم يعني موهبه ويكون عندكم رساله يعني ان شاء الله. وانت ريهام؟ يعني والله انا شايفه ان احنا ممكن يعني بدل ما التكنولوجيا يعني احنا نستبدل بالتكنولوجيا، طب انا ممكن اخليها يعني اوظفها ان هي تساعدني ايا كانت بقى، يعني السوشيال ميديا اكيد ساعدتنا في المشروع، هي اساسا كانت سبب ان احنا يعني نلاقي مصادر، ممكن يعني اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا تساعدنا سواء معدات او ايا كان. فمش شايفه ان هي ممكن احنا يعني نستبدل بيها، على قد ما احنا لا احنا ممكن نوظفها ان هي اساسا تساعدنا. مش هتبقى يعني احنا يا احنا هي لا، يعني احنا ممكن نوظفها وهي تقدم عمل متكامل يعني. بالظبط. بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق في حياتكم العمليه وبدايه ان شاء الله موفقه. فيلم مر السحاب الحقيقه فيلم ممتع. ريهام طارق عبد المنعم طالبه بكليه اعلام جامعه القاهره، وزياد اشرف عبد المنعم طالب ايضا بكليه اعلام جامعه القاهره، بنشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا. وبنسيب مشاهدينا مع جزء تاني من فيلم مر السحاب. نشكركم مشاهدينا، وغدا حلقه جديده من هذا الصباح. تكمل وابقى علمتها حاجه من اللي انا اتعلمتها من ماما، تقدر تكمل بيها وتورثها بقى هي كمان لاولادها واولادها واولادها وكذا يعني. بقى يعني ولادي عندي منى وعندي كرام، منى لما بتخلص الحته بتيجي تندهلي تقول لي يابا تعالى شوف الشغل اللي عملته النهارده وشغل ما خلصتش الجاده، فانا بتبقى سعيد جدا ان بنتي بتعمل حاجه زي كده. إذا كان هي بتكملني أنا، وبعدين يكمل لأولادها، زي التكوين ما كان الباشمهندس رشيد الله يرحمه بيعملها معايا، أنا بعمل وبحتر مع بنتي في حكاية تركة الشغل وحكاية التوجيه. الإنسان بيفنى والشغل هو اللي بيتبقى. الأثر اللي هي سابته فيا كان كبير قوي، وحسيت إن أنا كمان محتاج إن أنا أنشر ده، زي إن أنا دعمت ناس صحابي إن إحنا نعمل تيم ونشتغل سوا. كل ده في البدايه كان ان انا عندي نظره اعمل حاجه تفيد حد غيري، زي ما انا في حد فادني وهو مش محتاج يعمل ده. مرت كده زي مر السحاب، تحس ان هي حاجه خفيفه عدت عليك كده وحسستك بان انت تتطور في حاجه، وسابتك بقى انت تطورت في ده وكملت فيه، وصلتني لحاجه انا ما كنتش احلم بيها. الاثر اللي بيسيب البني ادم مش شرط يكون حاجه كبيره، ممكن كلمة قالت مشيتي عليها حياتك كلها، حد عمل لك موقف حسيتي انه ساعدك في حاجة، وبعد المساعدة لقيتي نفسك انك ممكن قدام شوية تقابلي حد تاني بنفس الشكل، ولو انت اتدخلتي وساعدتيه ده هيبقى كويس، يبقى الراجل ده أثر فيكي وساب فيكي أثر، وتحبي انك تمشي عليه انت واللي وراكي، ولو بتحبي حد تاني يبقى عايزاه يعمل زيه وزيه وزيه وهكذا. روحك في اللي قدامك.